الكولوكاليزاسيون هي مهمة لأن الاقتصاد التونسي كان اقتصاد نتاع سو تريتانس، قاعدين نطوروا فيه لأنه عندنا مستوى تكوين اليوم كبير، يعني خرجوا 65,000 مستوى تكوين جامعي عالي في السنة، عندنا تقريبا 365,000 على مجموعة سكان ب 10 ملايين، يعني عندنا مستوى تكوين كبير يتطلب كونه اليوم نطوروا اقتصادنا باش نعطيوه قيمة إضافية أكبر، باش نعطيوه محتوى تجديد وتقني أكبر، وهذا نجم نعملوه كان مع شركاء، وشركاء هذوما يلزمنا نلقاو مجال ونشيم يعني مثال للتنمية مشترك اللي كيف نطوروا الشغل في تونس ونخلقوا ونحثوا مواطن شغل ما يكونش على حساب الشريك. هذه الكولوكاليزاسيون، واحنا في تونس راهو بديناها بكري، عطيتكم بعض الأمثلة، في كثير من الأمثلة في مستوى القطاع اللي بيد المستثمرين الكبار والصناعيين الكبار، يعني قادرين هما بنفسهم يعملوه. احنا النسيج اللي عندنا هو نسيج مؤسسات صغرى ومؤسسات متوسطة، قاعدين نخلقوا لهم في إطار البول تكنولوجيك يعني الأقطاب الصناعية، نخلقوهم في يعني ميكانيزم دو كلاسترزاسيون، كلاسترين ما عرفش كيفاش تتقال بالعربية، باش نجموا نجمعوهم ويكونوا قوة ينجموا يتجمعوا مع شركاء أخرين من شركات صغرى باش يعملوا هالكولوكاليزاسيون ويدخلوا في دعم القيمة الإضافية، دعم القيمة الإضافية، وإحنا شركائنا خاصة في أوروبا باش نكونوا عندنا رصيد كبير نتاع طاقات متكونة ولكن بقدرة تنافسية كبيرة، يعني في مستوى المعرفة ولكن في مستوى الكلفة.